هل يصح القول بأن العرش هو سرير وله قوائم؟ هذا ثبت، هذا ثبت بأن له قوائم، والعرش في اللغة هو سرير، هو سرير، العرش هو السرير الذي يكون عليه الملك، هذا في اللغة. أما عرش الله فلا يعلم كيفيته إلا هو، لا يعلم كيفيته إلا هو أعظم المخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكرتم في أحد الدروس السابقة